Unutuyor mu? Bilmiyorum. İnnallâhe basîrun büyüğü, yapanı ve neden yaptığını işittim. Biz çok kötü şeyler yaptık hocam. Oldu orada. İster ben böyle olsun? أحداث فيلمنا مستمد من قصة حقيقية وبتحكي عن علاقة محرمة بين رجل وامرأة واللي قلبت حياتهم لكوابيس مرعبة والنهاية كانت كارثية بيبدأ الفيلم مع قارئ القصة وبيلنا أنه الجن بيشبهوا البشر ببعض الأمور وعندهم محاكم وإذا كانت العلاقة عن طريق الدم بيتم محاسبة المخطئ بالقصاص بالموت وإذا تسلط جن على إنسان بسبب تعويزي فما رح يترك الإنسان إلا لحتى ينفذ الهدف من التعويزي وبتبدا احداث قصتنا بيوم لطيف مع عائلتين طالعين على الغابه هنن علي وزوجته زهره ومريم وزوجها ايجوز وخلال الرحله بتروح مريم لتلم شويه حطب بس فجاه بتسمع صوت شي وبعدها بترجع لعندهم ليكملوا تجهيز الاكل وبعد شوي بتروح زهرة على السيارة لتجيب شغلة بس بتسمع تليفون جوزها فبتفتحه لتشوف مين وهون بيجي علي بيعصب عليها لانها عم تشك فيه ولما نتروح لتعتذر منه بتزيد المشكلة بيناتهم وبيخلص السيارة أنا بمشكلة بين علي وزهرة وعالطريق بيكون ايجوز مزعوج لان الاكل صار جاهز بس ما حدا اكل بسبب المشكلة يلي صارت فبتقوله مريم لا يوصلوا على البيت بتعمل له اكله غيره وبنعرف انه علي وايجوز بيشتغلوا بنفس المكان وبالسياره الثانيه بتكون المشكله شغاله فبتقوله زهره لعلي شوف كيف ايجوز ومريم عايشين مبسوطين مع بعض من دون اي مشاكل فبيعصب عليها علي وبينزلها من السيارة وبتتوعد له انه رح تندمه على اللي عمله والمسا بيكون ايجوز عم بيقول لمريم انه نفسه يكون عنده ولد وبيطلب منه يشوفوا دكتور تاني فبتقول له مريم انه شافوا دكاترة كتير وما في امل لكن ايجوز بيعصب عليها وبيترك العشاء وبعد الاكل بتكون مريم عم تجلي ومنشوف انه في كيان عم يتطلع عليها ولما تطلع لتحط شغلة برات البيت فجأة بيمشي من وراها طيف بلون اسود بهي الأثناء منشوف صديقتها زهرة أخذت الطريق الغلط وراحت على بيت الدجال، فبتقل الخادمة استني لحتى ينادي عليكي، وبعد شوي بتفوت زهرة لعنده وعم تشعر بالخوف من المكان وكمية الدم اللي عم تنزل من الحيوانات الميتة، وبتقله للمشعوذ إنه زوجها علي كان منيح معه بس تغيرت أطباعه وصار يسيء معاملته وبدها تعرف إذا زوجها عم بيخونه أو في امرأة تانية بحياته، فبيلا الدجال إنه زوجك على علاقة بامرأة وإذا بدك رجع لك يا لازم تنفذي كلامي بالحرف وبعد الامرأة اللي بحياة زوجك رح تشوفك بكوابيسة وتشوفك بالمراية والرعب لما يسيطر عليها خلال الليل والنهار وبيبدأ المشعوذة يحضر للطلاسم وبيلا تحط الطلسم الاول بين قبرين حتى ما يخونك زوجك مرة تانية والطلسم الثاني تحت المخدة حتى ما يشوف امرأة غيرك والثالث رح يضل معك ليمنع عنك المشاكل بس إذا دفنتي رح يندم زوجك على جميع أفعاله ويواجه أشد أنواع العقاب، وبالفعل بتعمل زهرة كلام الدجال بالحرف، وبالليل بتكون مريم عم تركب مرايا على الحيط، بس بتسمع صوت الباب، ولما تفتح ما بتلاقي حدا، والصدمة لمن ترجع وتشوف مريم عم تركب المرايا بأكثر من مكان، وباليوم الثاني بتقول لزوجها إيجوز إنها ما قدرت تنام بسبب الكوابيس، وبعدها بيطلع على شغله، وبيقعد مع علي وبيطلب منه ما يعصب على زوجته. ويحترم قدام الناس وبعدها بيترك علي شغله وبيروح على بيته وبالبيت بتكون زهرة نايمة وبتسمع صوت تكسير فبتروح وبتشوف زوجها علي جرح ايده لما كان عم يحضر للفطور وبيعتذر منه على سوء المعاملة وهون بتعرف زهرة انه بدأ ينجح مفعول السحر وببيت مريم بتكون عم تشيل الغسيل لكن فجأة بيظهر بجسدها كيان مخيف وبعدها بتروح زهرة لعند مريم وبتقل عن تحسن معامله زوجها الفجائيه، بس بتقل مريم انها عم تعاني من الاحلام المزعجه، وشافت حالها عم تعلق مرايه على الحيط وشافت زهره بمنامها، لكن الغريب لما تقوم تحضر القهوه، وتتخيل جارها علي عم يحضنها، وببان على زهره انها توترت من كلام مريم فبتروح على بيتها، وبالليل بتكون مريم عم تضب الغسيل، بس فجاه بتسمع صوت الساعه، وبتركض خايفه على الصالون، وبتتصل بزوجها، وبلحظه بترجع الكهرباء وبتخاف اكثر. وبمكان تاني بالغابة منشوف شخص وقف سيارته قدام بيت مهجور ولما يفوت لجوا بيشتغل الضو لحاله وبعدها بيفتح كتاب غريب وبيظهر له خادمه بهيئة طفل بالعتمة بهاد الوقت بتروح مريم لتنام بس بتلاحظ انه السرير بشكل عامودي فبتطلع على الصالون وفجأة بتشوف امرأة بلباس اسود بالزاوية وبتظهر لزهرة حاملة صخرة لتقتلها بس بيطلع كابوس وبتفيق من نومها وبتقول له لزوج عن الكوابيس الشيطانية اللي عم تشوفها فبيقول يمكن لأنك تعبتي نفسك بشغل البيت والصبح بتتصل فيها رفيقتها زهرة لتعزمها على الفطور وبتقول لزهرة أنها شافتها حاملة صخرة وبدها تقتلها وهون بتتذكر زهرة كلام المشعوذ لما قال لها أنه المرة اللي بحياة زوجك رح تتعرض لكوابيس وتشوفك بأحلامها بس بفوت علي عليها وبيقطع عليهم المكالمة والمسا بيلاحظ إيجوز نقص بمصاري البيت ولما يسأل مريم بتتهرب وبتقول له إنها ما بتعرف والواضح إنها عم تكذب ومخبية شي وبالبيت المجاور بتكون زهرة عم تتعشى مع علي فبيقول إنه الأكل كتير طيب ولازم يفتح لها مطعم بس بترد عليه انك لازم تفتح المطعم لمريم لأن تركت بيتها لتجي تساعدني بالاكل لما أنا عرفت انك بتحب هالاكله ومبين على زهره انها عم تتهم زوجها بشكل غير مباشر بعلاقه مع مريم، بس علي بينكر الاتهامات فبتضغط عليه زهره أكتر لتوقعه بالكلام وكأنك كاشف خيانته وبالفعل بتنجح بخطتها وبيعترف علي بعلاقته مع مريم فبتعصب عليه وبتضربه كف على وشه وبتنهار من خيانته إلها وهون بتهدده انها رح تفضحه بالقرية وتخليه جوز ينتقم منه وبعدها بتقلعه لعلي برات البيت وبهي اللحظة بتصحى مريم على صوت الباب ولما تفتح بتشوف زهرة عم تبكي وفجأة بيتحول وشها لشكل مخيف شيطاني فبتخاف مريم وبتهرب لجوا بس كل هاد بيكون كابوس وبتفيق على صوت التليفون وبيكون علي عم يتصل فيها وبيقول لأنه زهرة كشفت علاقتهم وبعدها بتطلع لعندو بيل لأنه لازم يهربوا مع بعض ولا زهرة رح تفضحهم بالقرية بس مريم بترفض كلامه وبتقله أنه ما في غير حل واحد واللي هو أنك تقتلها وفعلا بيروح علي على البيت وبيخنق مرته بالمخدة وتاني يوم بتطلع مريم من الحمام وبتشوف صورتها مع زهرة فبتشق الصورة وبيعرف جوز من علي أنه زهرة تركت البيت وراحت لعند أهلها فبيجرب جوز يتصل فيها بس بيقول له علي انه تليفونه مسكر وبالليل بتفوت مريم على الصالون بس فجأة بتشوف انعكاس زهرة بالمراية أما علي فبيكون الندم اتملك مشاعره وبيحفر قبر مرته لتسامحه على فعلته وهون بنفهم أنه الطلسم الثالث اندفن معه وبحسب كلام المشعوذ أنه الندم رح يسيطر على علي ويواجه أشد العقاب وفجأة بيمرق طيف من جنبه وبنفس الليلة المخيفة بتكون مريم مع يجوز وبيقول أنه لازم يحلوا مشكلة زهرة وعلي بس بتقول له مريم أنه ما دخلنا بمشاكل غيرنا وبعد ما يناموا بتبدا الاحداث المرعبه لما ينفتح الباب لحاله وفجاه بيظهر طيف زهره بشكل اسود بس كمان مره بيطلع كابوس وباليوم الثاني بتلبس زهره اوعيه وبتروح لمكان بعيد لحتى تدور على شيخ ممكن يساعدها وبالفعل بتوصل على بيته وهو نفس الشخص اللي شفناه بالبيت المهجور فبيطلب منها تعطيه خصلة من شعره وقطعة من ظفر اصبعه وبيسأل عن اسم امه فبتقول له مريم بنت رابعة وبيبدأ الشيخ يقرأ القرآن مع حرق مجموعة من الورق وبقلا لمريم ترجع على بيتها وتتحمم بالمي والخل، وتجمع المي وكل يوم تغسل وشها فيهن مع قراءة الأدعية لحتى تحصن نفسها، لأنه السحر المعمول عليها من أسوأ أنواع السحر، وبيفتح كتابه بيقلا إنه ساعد ناس كتير بإذن من رب العالمين، وبيعطيها ورقة لتنفخ عليها، وفجأة بيظهر نفس الولد واللي هو التابع الروحي للشيخ، وبمكان ثاني بالغابة، منشوف علي عم يقطع شجرة وراح نفهم السبب بعد شوي. وباليوم يلي بعده بيستلم يجوز مكالمة من زوجته وبتخبره انه الدكتور قال لها انها حامل فبينبسط يجوز وبيخبر رفيقه بس ما بيعرف انه هالطفل ابن علي ومن فرحته بيشتري له سرير بس بتجي مكالمة وبتتغير ملامح وشه ولما يرجع المساء على البيت بيشوف مريم عم تجهز ملابس الطفل وفجأة بيضربها على وشها وبتقول له انه علي هو يلي اجبرها فبيبزق عليها وبيطلع لبرا بس الصدمة لما تفتح مريم الباب وتلاقي زوجها ومعه سرير للطفل والاكيد انه ما اكتشف خيانتها وهون بتعرف مريم انه الجن تجسدوا لهيئة بهيئه زوجها لينتقموا لزهره وبنص الليل بيكونوا نايمين وبينسى زوجها الكاميرا شغاله بالصالون وفجاه بيظهر كيان شيطاني بتجسد اسود وعلى الجانب الثاني بيكون الشيخ عم يتوضا ليصلي وخلال الصلاه بيشوف حاله بمكان غريب وفي نقطه دم وبعدها بيفتح الكتاب وبشوف صوره طفل ببطن امراه ومنرجع لعلي اللي بيعمل شعلة نار حوالين الشجرة وكتب على الشجرة اللي أطاع الله الحق ومنشوف في مجموعة أشخاص حواليه بهيئات مخيفة وفجأة بيرفعوا الفأس وبيقطعوا له راسه وهون بنعرف إنه الجن انتقموا منه بسبب الطلسم اللي اندفن مع مرته وحتى مريم ما رح تسلم من شر أعمالها لما ندفي على صوت الطفل وبتروح على غرفته بتلاقيه اختفى فبتخاف وبتشوف شخص سرق ابنه بس بيطلع منام مرعب وبتقول لزوجها انه في ناس سرقوا ابنها فبيقول لها هي الكوابيس بسبب الحمل ولما نوصل لعند الدكتور رح قل له يوصف لك مهدئات وبهي الاثناء بيجي الشيخ على بيت مريم ومنشوف في شيء يعني عم بيراقبه من جوا والمفاجاه لما تجي مريم وتقول له انه عم تعمل عصير البندوره وبتقول له يفوت لجوا يكملوا محادثتهم فبيقول الشيخ انه بيعرف بالولد الحرام اللي بطنه بس بده يعرف منا القصه كامله وهون مريم بتنهار وبتقول له انه عملت اخطاء كثيره وبسبب معاصيها مع تفرح بابنها لكن الشيخ بيهديها وبيقول لأنه باب التوبه مفتوح والصدمه الكبيره لما يشوف من الشباك مريم وزوجها ومريم اللي قدامه جن بهيئه مريم وفجاه بينسكب عليه دم سخن وبيحرقه لحد ما يموت وبيقول يا جوز لمرته تفوت لجوا لبين ما يجيب شويه حطب لكن بيلاحظ انه الحطب مرطب وفجاه بيسمع صراخ مرته فبيركض فورا وبيلاقيها عم ترجف وبهي اللحظه بيظهر طيف مريم وبتهجم على ياجوز وبتقتله وبالمشهد الأخير منشوف مريم عم تزحف باتجاه قبر زهرة وتصرخ من شدة الألم بلحظة الولادة لكن الجن بيمنعوها تولد فبتموت هي وطفلة جنب قبر صديقتها زهرة ولهون بينتهي فيلمنا إذا كنت جديد بالقناة ما تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد منشوفكن بفيديو جديد إن شاء الله